2 متر و10 سنتي. ويلا بينا نبدأ الفيديو مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين. أهلا وسهلا بكل متابعي القناة، وأهلا وسهلا بكل مشاهدين، وياريت اللي بيشوفونا لأول مرة يشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلهم كل جديد. من أسهل النباتات للزراعة على الأسطح والبلكونة هو نبات الملوخية، والحقيقة أن نبات الملوخية نبات جميل جدا، سهل الزراعة، مقاوم للأمراض، كمان له فوائد غذائية متعددة. ويوجد بالقناة فيديو خاص بزراعة نبات الملوخية يمكن الرجوع إليه في كل تفاصيل زراعة هذا النبات الرائع. أما السبب الرئيسي في وصول النباتات لهذه الأحجام الضخمة فهي التربة المتوازنة المكونة من خليط الكمبوست والرمل والطمي، والاهتمام بالتسميد وخاصة التسميد بالفيرمي كومبوست. فسماد الفيرمي كومبوست من أفضل أنواع الأسمدة في العالم، بيدي النبات أحجام كبيرة، بيديله صحة، بيديله قوة كبيرة جدا في مقاومة كافة الأمراض الفطرية والحشرية. واللي بيشاهدونا لأول مرة وما يعرفوش سماد الفيرمي كومبوست، هي فضلات دودة الريدوجلا للتايجر وورم. الديدان ديت متخصصة في إنتاج هذا النوع من السماد، ديدان سهلة التربية جدا. الناس اللي ما عندهاش فكرة عن هذه الديدان، توجد بالقناة فيديوهات خاصة بتربية هذا النوع من الديدان وإنتاج الفيرمي كومبوست، يمكن الرجوع إليه. وأنا أدعو جميع متابعي ومشاهدي القناة للبدء فورا في تجهيز التربة وإعداد وصناعة الصناديق أو تجهيز الأوعية الخاصة بالزراعة استعدادا للموسم الشتوي. في الحقيقة أن الموسم الشتوي له مميزات كتيرة جدا وأفضل كتير من الموسم الصيفي لعدة أسباب. أولا، قلة عدد الحشرات والطفيليات التي تصيب النباتات بسبب برودة الجو. ثانيا، تساقط الأمطار يقلل من عمليات الري وبالتالي يقلل من المجهود المبذول. ثالثا، توجد مجموعة واسعة من الخضروات التي تصلح للزراعة في الموسم الشتوي ويكون إنتاجها غزير جدا، ومن أهمها الخيار. فلكل متابعي ومشاهدي القناة، سنكون معا خطوة بخطوة حتى نجعل أسطح منازلنا كلها عامرة بالنباتات الخضراء وعامرة بالخضروات ذات الطعم المميز والقيمة الغذائية العالية. لسه في ملوخية كمان انت سايبها في بسم الله ما شاء الله، يعني تقيلة لدرجة ان انا شخصيا يعني شايلها بالعافية. ده تقيلة، هما 3-4 عيدان بس، خلي بالكم كل الملوخية دي 3-4 عيدان، مش كل الملوخية اللي عندنا. شايفين الجذع بتاعها بسم الله ما شاء الله، يعني حاجة ضخمة. يلا يا ريكس، يلا بينا، يلا تعالى. تعالى ركز، ما
النهارده بقى عندي مفاجاه للبط والرز بتاعي، وجبه مميزه. ريكس عايز ياكل الوجبه المميزه. قاعد بقى لقعده الادب بقى، انا احب بقى ايه؟ لا شايفين بتفرجوا بقى على الادب، بفكر ان الاكل ده ليه هو. شوف اقعد ولا كلمه. ريكسو نام نام. يا سلام يا روحي يا روحي، يا سلام على الادب. ورغم ان السما غلط عليه والله. ها ادي له واحده من نفسه بقى. يلا يلا. ما هو مش هيسيبك اصلا لما يعني. ايه يا ريكس مش تابعك. نام زي كل يوم. نام. لا مفيش سما. نام نام نام. ها لا نام. نام في الارض اهو. نام نام فاهم. نام فاهم يعني ايه نام؟ بس بيعاند. لا بيعاند. لا مفيش مفيش. نام 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 نام. مش هداغي لما تنام. نام يا روح يا عيني يا غلبان. خلصها ويجي لك جري. لا ده رماها. هو رماها ما كلهاش وبيلعب بيها بس. رماها؟ اه ما حبهاش. لا ريكسي مستني الدراهم. فكرك جايبها له. انا عايز المره دي ادي الكتاكيت الصغيره. سكينه سكينه نستخدمها. مص مص. بسم الله عشان اقطع حته صغيره. تعالى يا مزعجين تعالى 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 تعال. مش مش بيت وانام. مش مش ده كسولي. مش عارفه كسولي بشكل مش طبيعي. كل ما بيكبر كل ما بيبقى كسولي. شوف الجزمه الثانيه بياكل ايه. هنا بقى نقطعه اول مره. اول وجبه خضار للكتاكيت الصغيره بتاعتنا. بإذن الله بكرة الروتين بتاع بكرة بإذن الله أمهم هترجع بقى لبيتها الأصلي، والكتاكيت دول بقى خلاص يستقلوا بنفسهم. وكمان هنجيبوا الدفعة اللي متربية مع فراخ التسمين تحت نحطوها معاهم بإذن الله. استنوا بكرة بإذن الله فيديو جميل جدا. يلا بينا نحط شوية السمان. على فكرة السمان بيحب الخضار جدا. خايفين مننا نقفلوا عليهم وياكلوا براحتهم. مش مش باكلوا قاعد ازاي؟ مش مش ظريف قوي. مكرمخ على الاخر. يا سلام يا شيخ. يا كسولي السمان برضه هنديله وجبه قدام الخضار. روح كل يا مشموش روح كل. المقص ده بقدر اتحكم في الحجم بتاع الخضار بتاعي. بس كفايه عليهم.
عايزك بقى يا ام عبد الرحمن توريهم الكراكيب اللي بتاكل الخروف. امهم بتخاف مننا لما نفتحوا الباب. بس نفتح الباب كده اهو. هتثبتي بس دقيقه واحده بس. امهم هتعلمهم. اهل امهم هتعلمهم، هم اصلا بيحبوا الخضار وما يعني مش. امهم بقى هتوريهم الخضار. هتفتح تاكل وتقول لهم ده بيتاكل بقى. سبحان الخلاق. هي بتقول لهم ده بيتاكل فهم بيعملوا زيه. سبحان الخلاق. ريكس وقف على الخزانة. كنتش بصور، يا ريتني صورت اللقطه دي كنت شفتوها. وقف على الخزانه جاب الخضار اللي انت حاطه فوق الخزانه. بلورة هيتجنوا على الخضار. التتة هيتهبل روح. قد بالجيران يا ريكس. بسم الله ما شاء الله جابها بتملح. بسم الله ما شاء الله. شوف حجمه قد ايه. انا هشيله دلوقتي واشوف تقل ولا خفيف ولا ايه. بسم الله ما شاء الله. تعال نوكل الوز بس والبط الاول، بعد كده ايه نشوف الروم ده وزنه تقريبا بقى قد ايه. هيتجنن هيتجنن. يموتوا في الخضار. اكتر حاجه يحبها الوز الخضار. بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله عايزين ذكري. بقول لك شكلهم نتايات. هنخلوا ثلاث نتايات بس وهم باحثة. ست نتايات كتير قوي. يلا 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 اهي يلا يلا هنا. هات 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 هات. يا سلام. ده شيء. هات البتاع دي. حصل مش عارف نمسكك يعني ولا ايه؟ تعال بص. وفي نهايه الفيديو ما تنسوناش من اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، وكمان ما تنسوش قناه وفره في بيتك من وعاد ثلاثه اللي فيها كواليس الفيديوهات. واتمنى لكم حياه سعيده، واتمنى لكم ان انتم تكونوا استمتعتم بالفيديوهات بتاعتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.